يبدو فن النحت من أقدم الفنون وأكثرها انتشاراً وتنوعاً في العالم، فأقدم الأعمال النحتية الموجودة اليوم تعود إلى العصر الحجري الأول، فعمرها يزيد على 30,000 سنة. يعتبر فن النحت من أنسب الفنون التي يمكن استخدامها في تخليد الذكريات، لأن النحاتين يعتمدون على مواد معمرة كالحجارة والمعادن، ويسمى هذا النوع من الفن بالنحت التذكاري. فاحتفظت كثير من الحضارات بتماثيل لأشخاص أدوا أدوارا مهمة في تاريخ هذه الحضارات. ينتج كثير من الفنانين أعمالهم من أجل إشباع حاجاتهم الابتكارية أو للاتصال وللتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم الخاصة، أو لمجرد عمل شيء جميل أو لتجريب خامات جديدة، كما في النحت المعاصر الذي يستخدم الفولاذ والبلاستيك والزجاج والألمنيوم. ولم يقتصر دور النحت في العمارة على الإكمال والتزيين، بل كان له دور عملي، فقد كانت بعض الأعمال النحتية الإغريقية تلصق على جوانب المباني لتقويتها، وكانت بعض الأعمال الفنية تقوم بدور الأعمدة التي تسند المبنى، كما في مبنى الأكروبول في أثينا. أما الأساليب المتبعة في هذا الفن فأهمها عملية النحت أو الحفر من القطع الخشبية أو الصخرية، حيث يتصور النحات الشكل النهائي ويستخلصه من الكتلة التي أمامه. والأسلوب الثاني المستخدم في هذا الفن هو التشكيل أو البناء بإضافة طبقات من الطين أو الشمع وغيرهما من المواد. وبمرور الزمن انتقلت الأساليب النحتية المتبعة في مصر وآسيا إلى الإغريق والرومان قبل القرن السادس قبل الميلاد. أما طريقة الصب باستخدام الشمع فقد كانت منتشرة في كثير من بقاع العالم، وقد اشتهر النيجيريون القدماء بها كما في مملكة بنين النيجيرية. ويبقى فن النحت على الرمال من أجمل أنواع النحت، بالإضافة إلى الأنواع الأخرى مثل النحت على الشمع والنحت على الخشب وغيرها.